anyway, بس مشان نذكركم، احنا كنا بنحكي على الكولينرجيك سيستم. ذكرنا الكولينرجيك سيستم بيشتغل على نيكوتينيك ريسبتور اند ماسكرينيك ريسبتور، وحكينا I have to differentiate، بلشنا بالماسكرينيك سيستم، وحكينا I have to differentiate between الريسبتور تبع النيكوتينيك والماسكرينيك. حكينا لازم اميز كمان between امتى انا اكون اجونست على الماسكرينيك وامتى اكون انتاجونست. وصلنا معاكم لحدية الانتاجونست، فاكرين الحكي ولا لا يا جماعة؟ وصلنا لحدية الانتاجونست of muscarinic receptor and شو كانت ميزات الانتاجونست على الكولينرجيك سيستم اذا كنت انا muscarinic receptor؟ فاكرين؟ اوكي فاكرينها ولا لا؟ كنا بنحكي الامينو مو شرط تكون كواترنري، it's acceptable to be tertiary بس مو شرط انها تكون ionizable at the binding site. ذكرنا انه substitution it could be bulkier than a methyl group. Okay. ما في عنا مشكلة يكون أكبر من ميثايل جروب. It could be ethyl propyl. It's okay. Oh, and we mentioned that كمان إنه الإيستر I can replace it with an carbonyl or with an carbon. Also الميثايل جروب is substituted at the site of the ester. I can replace it with أو أحط substitution بدل الهيدروجين. I can put أول شيء هيدروكسي أو ميثايل هيدروكسي and the two R group يعني لازم يكونوا لايكوفيليك. لايكوفيليك شو يعني لازم أحط؟ أحط فينايل أو سايكلوهيكسيل أو سايكلوبرينتيل. We took the first example عليهم اللي كان ال natural compound واللي هو as a drug. حكينا this drug I use it to decrease the GI motility عشان أخفف التوكسيسيتي from cholinesterase inhibitors in general. وذكرنا إنه الأتروبين لأنه it is a tertiary not a quaternary it can enter to the brain and exert its action over there. أخذنا الهيوسين كمان another example for my drug وقسمنا الأدوية إذا فاكرين. We divide إن شاء الله هون أدوية I can use for CNS disease زي الباركنسون. أدوية I will use them for GI tract and drugs as a bronchodilator. Okay. I have to mention another thing يا جماعة. انطلب منا إنه نصير نخليكم تسوونا homework or assignment. Okay. We have to do homework and assignment. فأنا حنزل assignment رسمي بس مطلوب منا as مثلا الكيمستري. My drugs اللي هم الانتاغونست سوري على الماسكرينيك ريسبتور في عندي عدد كبير جدا من الادويه. اوكي وي هاف ا هيوج نمبر فالمطالبين في احنا ايتش ستودنت اوف يو مطالبين اني انا اي تيك ا دراج. اوكي تشرح لي السعر عليه ماشي يعني زي ما شرحنا السعر انه ايش ار 1 ايش ار 2 نوع الامين اند يو هاف تو منشن اتس اون يوز هل هو انتي باركنسون هل هو تي اي صحيح احنا حاطينه بالسلايدات بس انا بدي يكون شيء سبيسيفيك تعملوا انتو. Once again هذا الحكي احنا مطالبين بيه by the end of the week سواء اللي موجودين او اللي غايبين لانه احنا كمان مطالبين ان نفرج الاساينمنت للقسم تبعنا انه طلابنا اشتغلوا او ما اشتغلوا. Okay this is assignment يمكن بتفيدنا later on نهاية الفصل مشان تقييمنا مشان علاماتنا for everything. Okay لانه صراحة احنا مش عارفين later on الايفاليويشن بروسيس تبعتكم بناء على شو حتكون. واضح كلامي يا جماعة؟ وصلت المسج؟ من يجاوبني؟ فهمنا سوسن كتير ضروري إن نعمل الأسايمنتس بلغ الجميع لأنه هذا الحكي إحنا مطالبين فيه. أوكي؟ أوكي. إنه هل الطلاب أبديتد مع مدرسهم؟ هل ها هم عم بدرسوا؟ هل هم عم بيتابعوا؟ يعني التعليم العالي عم بيطالبنا إنه نشوف إنه هل في يعني صحيح مش عم بركزوا حضور غياب بس عم بركزوا إنه الطالب هل هو عم بيتابع مع مدرسه ولا لا؟ أوكي؟ المعلومة عم توصل ولا لا؟ مشان هيك إحنا حنساوي simple assignment regarding الماسكرينيك انتاغونيستيك دراج بينج فاوند. اوكي زي ما انتم شايفين بالجروب انا راح انزل اساينمنت رسمي بس ضروري جدا كمان اي اثنين متشابهين اي اثنين متشابهين انا مش هاخذ الاساينمنت. اي تو هوم وركس نفس الشيء انا مش هاخذ الاساينمنت نهائيا هعتبرها مش موجوده وسوري فور ذات. راح اكمل احنا المره اللي فاتت مع السماح دكتوره من وين نختار الدواء تبعنا؟
يعني بس من يا داخل سماح المثل. سماح سماح سهلة، هي سلايداتنا موجودين مليانين أدوية، لو فتحتي أي ريفرنس كتابنا رح تلاقي أدوية، لو فتحتي النت في أدوية، بس بهمني إنك أنت as a student مدرسة الكيمستري إنك تفصلي لي إياه as a star، كيف إحنا شرحنا السار واليوز تبعته، أوكي؟ استخدمه باركنسون ولا شو؟ فونس خلاص أجين إحنا حنقسمهم بناء هلا بالسلايد اللي إحنا موجودين عليها إياه، إنه they are could be amino alcohol ester، حكينا حسب إنه في عندي amino alcohol. فاز يو كان سي فرضا الاتروبين في عندي هيدروكسي بسمينا امينو الكحول اند ات از نوعه ات از ان انيستر 1 وي هاف سايكلوبنتوليت سايكلو بنتوليت دراج سايكلوبنتين يعني اللي هي على الاقصى اليمين من سايكلوبنتوليت اي كان يوز ات شايفين ماي دراج ات از ا تيرشري امين اند ات از هاف ذا اكتيفيتي اوف از اتروبين و ات از بينج يوزد فور اوفثالميك ريزن ومعروف جدا انه this drug is being misused لما بيجون على الصيدليات sometimes بطلبوا كميات منه معناته انا في عندي misuse for this drug. I have dicyclamine another drug it is command tertiary as you can see and it is a spasmolytic drug can be used for my patient for GI tract. I have also دكتورة ما glycopyrrolate. نعم الصورة مش واضحة، بس يعني once ما عن... كيف مش واضحة الصورة؟ السلايد عندك؟ لا عندي نص السلايد فاضي. كيف نص سلايد فاضي؟ بس أنا هاي سلايد واضح عندي وعلى تليفوني واضح. أنا عم بتابع من ناحيتين، من موبايلي ومن الكمبيوتر. دكتورة بعرف المشكلة بيكون بالنت من عنده، بيكون النت أنا ضعيف يا مس. مظبوط. لأنه زي ما عندي كان قبل واضحة. خلاص اتس اوكي، معناته بس شيكي سلايد 31 واكتب المعلومات اللي عم نحكيها. بعدين في عندنا الجلايكوبايرولات، الجلايكوبايرولات this one عبارة عن quaternary. quaternary معناته ما راح يدخل للـ CNS، okay؟ And it will be used mainly as a spasmolytic and for GI tract problems زي hypermotility or hyperacidity، بالتالي أنا بنفع أستخدمه to treat البيبتيك ألسر. Second type ذكرناهم الأمينو الكحول إيثر. بدل الايستر شوفي عندي ايثر حكينا this one have longer half life لكن الافكتفنس تبعتهم از اقل اوكي we have البنزوتروبين and this one it is a tertiary فبالتالي it can be used like Parkinson to relieve the tremor rigidity associated with Parkinsonism for my patient كمان it can cause sedation for the patient we have الكلوروفينوكزامين as you can see it is كمان مرة it is a tertiary ether can be used command for my patient to treat the Parkinson as well. الأمينو الكحول شايفين الأمينو الكحول ما في عندي لا إيثر ولا إيستر ولا في عندي أكسجين. Okay, I had trihexafenidyl and this one نص الأكتيفيتي تبعت الأتروبين as antispasmodic بدخل للCNS بالتالي بنفع للباركنسون as well. الأمينو أمايد يعني بدل ما يكون في عندي هيدروكسي I'm having an amide this one is a quaternary بالتالي do not be used for CNS disease اللي هو Parkinson I will use it for GI problems and peptic ulceration finally I have a diamine شايفين الديامين بيشبه الفينوثيازينز لكن الترمينال السايت تشين تبعتي مش الفا بيتا جاما it is الفا بيتا والبيتا is substituted by a methyl And this drug can be used to treat Parkinson لأنه it is a tertiary. And since you know, it can enter to the CNS, but it can produce drowsiness and dizziness for my patient. واضح لهون يا جماعة؟ هيك احنا هيك خلصنا الماسكرينيك ريسبتور as agonist and antagonist. المكان الآخر اللي بيشتغلوا عليه الكل and N2, N1 and N2. We will talk about the drug specifically working على الN2 drug. Okay? على N2. أمس. على مش سامعة. كمان مرة. النيكوتينيك ريسبتور نوعين N1 و N2.
ال N1 موجود عند الجانجليون بلوكينج ايجنت، مش حيكون في عندي ادويه له. ال N2 هو السكليتال نيورو ماسكلر بلوكينج ايجنت، حيكون في منه نوعين. واضح؟ النوعين اللي حيشتغلوا على ال N2 ريسبتور they are non-depolarizing, they are competitive blocking agent. Okay. The second type, they are depolarizing and they are non-competitive neuromuscular blocking agent type. بس خليني أشرح بشكل عام الاختلاف between non-depolarizing and depolarizing. In non-depolarizing, فكرتهم إنهم they bind the acetylcholine receptor, اللي هو nicotinic as antagonist. Okay, as antagonist بمنعوا البايندينج تبع الاسيتايلكولين فبسووا بلوك سمبلي. هاي فكرتهم. الديبولارايزنج ايجنت، فكرة الديبولارايزنج ايجنت، these agents they bind زي الاجونست، بيرتبطوا زي الاسيتايلكولين، بيسببوا لنا اكتيفيشن فور ذا مسل، فبصير في عندي هاي كونتراكتيليتي. بس اكسسيف اكسايتيشن حيؤدي لايش؟ ل ريلاكسيشن، فبالتالي المسل ايفينشولي حيصير فيها ريلاكسيشن and it will be paralyzed. واضح؟ كمان مرة. النيكوتينيك ريسبتور drugs they will be agonist to antagonist. الاجونيست ما راح نستخدمه الا في حالة المايستينيا جريفز اللي ذكرناها بفور اللي هو الوهن العضلي. هاي الحالة الوحيدة. الانتاجونيست I will use them to make paralysis for the muscle خلال فرضا العمليات. This antagonistic type will work specifically على N2 receptor. Okay. وين موجودين ال N2 receptor؟ موجودين بين النيوروماسكولر. Okay. And these agents في نوعين. Non-depolarizing and depolarizing. Non-depolarizing شو بيساووا؟ They decrease the binding of acetylcholine, decrease in its effect and the neuron transmission in the muscle. بالتالي they will block the action by reversible competitive inhibition. Reversible competitive inhibitor. And they work as antagonist. A depolarizing agent, how do they work? بالبداية they bind as agonist, they cause muscle contraction, then paralysis. Okay, then paralysis. يعني excessive excitation. لما بسوي excessive excitation for the muscle, أنا eventually حيصير في عندي أنا relaxation and then the paralysis expected from my drug. إذا فاكرين كمان ذكرنا إنه شو نوع النيكوتينيك ريسبتر؟ They are ion channel type. They are ion channel type. معناته my drug will bind to a specific site or allosteric site جوا ال ion channel. And if we look at the structure of the binding site يا جماعة بنشوف إن ال binding site حجمه كبير. هي أول ملاحظة. ال binding site حجمه كبير. مشان يصير في excitation لل ion channel لازم ترتبط تنتين acetylcholine at the receptor at the same time. Okay. كمان مرة. The binding site is big in size. And I need two acetylcholine molecules to bind in order to produce the response. حبلش بأول نوع اللي هم non-depolarizing. اللي هم non-depolarizing N2 antagonist. Non-depolarizing في عندي منهم نوعين. الأمينوستيرويد والتتراهيدروإيزوكوينولين. من اسمهم أمينوستيرويد معناته النيوكليوس تبعتهم مكونة من ستيرويد للنيوكليوس. When the other type, they are called tetrahydroisoquinoline. فالـ nucleus هي عبارة عن isoquinoline. حنشوف الـ structure بعد شوي. واضح؟ كمان مرة. إحنا شغالين على الـ N nicotinic receptor. And the nicotinic receptor, they are N1 and N2. I will work على N2 as antagonistic drug to produce muscle relaxation. And الـ N2 receptor drug نوعين. Depolarizing و non-depolarizing. Non-depolarizing كمان نوعين. شو هم النوعين تبوني؟ They are amino steroid و tetrahydro isoquinoline. Okay. شو الفكرة behind producing different drugs as into antagonist؟ الفكرة كالآتي إنهم بيحكونا لما شفنا this binding site تبعت of my drug. الملاحظ علينا ايش؟ الملاحظ انه انا بدي على الاقل تنتين quaternary ammonium compound to bind للريسبتر. اوكي. And these two quaternary ammonium compound لازم يكون بيناتهم distance معينة. مسافة محددة. اوكي. I have to have a specific distance. So scientists decide to do what?
we have to have ammonium quaternary ammonium salts. The distance between nitrogen 10 لازم تكون between 10 ل 12 كربونة. 10 ل 12 كربونة. And this distance around 10 10 أظن 10 أنجسترم بعد شوي بنشوفهم إحنا. Okay. And I have to have two معناته receptor في two anionic binding site in order I can produce my action على nicotinic receptor. أول دواء تم اكتشافه اللي هو كيورارين أو تيبوكيورارين. أكيد إن كلنا سمعنا بقصة تيبوكيورارين، هو عبارة عن natural compound كانوا بشمال أمريكا بحطوه على رأس السهم بسبب الباراليسيس للفريسة تبعته اللي بده يصطادها. ف they took this compound, they tried to analyze it and طلع معهم الستركتشر اللي إحنا شايفينه حاليا. شايفين الستركتشر؟ الستركتشر من ناحية كيمستري شايفين وين النيتروجين؟ البارت العلوي حلقة البنزين مع النيتروجين السايكلوهكس اللي فيها نيتروجين هاي اسمها تترا هيدرو ايزوكوينيلين، هاي واحدة. أنا تحت كمان في عندي بنزين جنبها سايكلوهكس اللي فيها نيتروجين، كمان I call it من ناحية كيمستري تترا هيدرو ايزوكوينيلين. فأنا عندي two تترا هيدرو ايزوكوينيلين in my structure، تنتين، and both of them they are quaternary. وكمان the distance بيناتهم حوالي 10 ل 12 كربونة، يعني حوالي 1.15 نانومتر. Okay, this is the distance needed for my drug to bind to the receptor. Okay, كمان مرة بدي إشي يرتبط مع الريسبتر شبيه بارتباط الأسيتايل كولين to the receptor. They have to bind in the same time. مشان أتأكد إنهم on the same time they will bind. أحسن إشي إيه يكونوا على نفس المركب موجودين، صح؟ لازم يكونوا موجودين على نفس المركب. والمسافة بيناتهم تكون معينة بحجم معين بمسافة معينة مشان أتأكد إنهم they will fit inside the receptor in the right way. Okay. Okay. They later on tried إنهم يصنعوا مركبات شبيهة التيوبوكيورارين، اوكي، مصنعين من التترا هيدرو ايزوكوينيلين نيوكليوس، اوكي. فحصلنا الاتراكوريوم، شايفين الاتراكوريوم في عندي تنتين كوتيرنري امونيوم كومباوند على الاطراف، and they have a distance مسافه محدده احنا بدنا اياها. And as you can see this distance around لو جينا نعدهم 1 2 3 4 وخمسة ست تسعة صرنا 10 11 12 تقريبا الديستنس او 13 المسافه اللي بدنا اياها احنا for between the two quaternary ammonium compound to be found. Okay. لكن شو مشكله الاتراكوريوم؟ الاتراكوريوم يا جماعه شايفين في عندي تنتين ايستر، بالتالي it will be easily broken down. The half life is very small تبعته، غير انه كمان انا في عندي 5 كربون بالنص، فبالتالي it is flexible more than one conformation، بالتالي side effects will be very high. اللي من ضمنها he will bind to different receptor. It can lead to histamine liberation. بصير في عندي rash. حصير في عندي reflux, increase in heart rate, low blood pressure, and bronchospasm may occur from my drug. Okay. My drug, الأتراكوريوم حكينا صنعنا بناء على تيوبوكيورارين. ما عنده cardiac side effects. It can be rapidly broken. عشان هيك حكينا لأنه في two esters. الانزيمز والميتابولايز ات، اند اوف كورس ماي دريب ما راح ينفع نعطيه اورالي، اتس جيفن از اي في دريب. الدواء الاخر اللي شبيه فيه مين هو؟ الميفاكيوريوم. اوكي، ذس وان از يو كان سي نفس الشيء، ات از تترا هيدرو ايزوكوينولين في تنتين، اند ذس دريب از ستراكشر في كوترنري امونيوم كومباوند. لكن مشان اخفف ال different having different conformation for my drug أضفنا double bond بالحلقة اللي بالنص، بالتالي بحيث I get only فرضا cis و trans conformation، بالتالي my drug will become more potent as a drug. Okay. Mevacarium and this is the drug will be easily broken as well in the circulation. بالتالي half life of my drug they are not very 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 long. Okay. شو كان نوعهم؟ كان نوعهم تترا هيدرو ايزوكوينولين كوترنري امونيوم كومباوند.
ذكرنا الـ N2 ريسبت N2 انتاغونيست تايب، النوع الآخر اللي هم كانوا الاسترويدال، إني أجيب أنا الاسترويدال نيوكليوس زي ما إحنا شايفين بالشاشة تبعتنا، أجيب الاسترويدال نيوكليوس وعلى الأطراف شو أركب؟ أركب كوتيرنري كومباوند. ففرضا عند كاربون نمبر 2 and 3 أركب ستراكشر شبيه في الأسيتايل كولين، وعند كربون رقم 16 و17 أركب كمان شايفين اللينك لو جينا نتفرج عليه كمان شبيه في الأسيتايل كولين. يعني عند 2 و 3 شايفين أنا في عندي الأمونيوم كومباوند part of a cyclohexyl structure، بعدين الإيستر structure إحنا محافظين عليه، بعدين في عندي أنا السايد تشين is being substituted. فهذا الإكزامبل عاملين هو البانكرونيوم، البانكرونيوم as you can see، البيكرونيوم نفس الشيء I put the same substitution على position number 2 3 and position 16 and 17 in order أكون أنا أشبه، يعني الأطراف هاي البعيدة بتشبه الأسيتال كولين. فائدة الستيرويد للنيوكليوس to make what؟ To make spacer، مسافة، مشان تثبت المسافة اللي بدي إياها تكون between my two quaternary ammonium compound مشان يرتبطوا in the same time to the nicotinic receptor. شايفين هاي طريقة ال binding to the receptor. Later on scientists حكوا انه انا بهمني one of the quaternary ammonium compound ترتبط على ال binding site الاولاني، بس الثانية مش مهم انها تكون to fit inside the second binding site، بس الحجم الكبير for my drug will block، يعني الفكرة اللي احنا متعودين عليها كل ما كان الانتاغونست حجمه كبير حيمنع الأغونيست to bind، بالتالي حيساوي block for the binding site and بالتالي no contraction for the muscles for my patient during the surgery، فبالتالي بصير في عنا paralysis and relaxation. Okay, this is my pancoronium as you can see. شايفين this part المظلل هو البارت اللي بيشبه الأسيتايل كولين، مشان هيك الإنزيم الـ binding site will accept to bind to my drug. شو وظيفة الستيرويد؟ حكينا as a spacer for my quaternary center and the acyl group are being added مشان تعطيني السكيلتون تبع الاسيتايل كولين and I have different activity for this drug. احنا ذكرنا الاساينمنت will be على المسكرينيك دراج. كمان اذا في عندكم اي معلومات regarding الاسيتايل كولين antagonist عن نيكوتينيك ريسبتور if you have different drug ما عندي مانع نسوي عليها الاساينمنت as well. Okay. هاي سلايد اونلي تو شو يو اي هاف ديفرنت ميتابوليزم. انا الدواعي معظمهم اللي فيهم ستيرويد نيوكليوس او اللي كانوا ايزوكونولين يا جماعه فيهم ايستر، فبالتالي كلهم ماي دراج ذي هاف ا شورت هاف لايف، ولمصلحتي تو هاف ا شورت هاف لايف، يعني عم بسوي مصل باراليسيس لا سمح الله خلصت السيرجري ولسه المريض عنده باراليسيس ذيس از ا بروبلم فور مي تو اكر ان جنرال. اوكي اوكي I will stop here. And next time I will start with the depolarizing agent. Depolarizing agent. احنا كل شرحنا اليوم كان عامين، كان شرحنا على جماعة non-depolarizing. Non-depolarizing قسمناهم سترويدل وايزوكولونين. وين احنا شغالين؟ على N2 nicotinic receptor N2 type اللي يشتغل as antagonist not as agonist. واضح لهون يا جماعة؟ Sorry for